أعزائنا متابعي فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، نرحب بكم في نشرتنا الأسبوعية. وقبل التفاصيل نبدأ معكم بأبرز العناوين. قداس إلهي في عمان عن راحة نفس المطران إيلاريون كابوتشي. الكنائس الكاثوليكية تحج إلى موقع عماد السيد المسيح. وزارة السياحة تعقد لقاء لتشجيع السياحة الدينية إلى المغطس. أهلا بكم. احتفلت البطريركية الأورشليمية المقدسية بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي، وفي كنيسة القديس نكتاريوس للروم الأرثوذكس في الصوفية ترأس سيادة المطران بنديكتوس مطران الروم الأرثوذكس في عمان القداس الإلهي بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي بمعاونة عدد من الآباء الكهنة وحضور جموع المؤمنين. إنها كنيسة أورشليم أم الكنائس تشهد على الدوام وتخدم سر النشيد الملائكي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة في الأماكن أي في الأراضي المقدسة التي وقعت فيها هذه الأحداث الخلاصية. وبما أن اليوم هو يوم عيد ميلاد المسيح بالجسد فإن كنيسة أورشليم تحيي هذا الحدث في هذه المغارة القابلة للإله، هذه المغارة التي حافظ عليها الملكين قسطنطين ويوستينيانوس والتي تشكل حماية وبركة كبيرة لجميع ساكني هذه الأرض المقدسة قاطبة ولأهالي بيت لحم خاصا. ومن هذا المقام الكنسي المقدس نستنكر جميع الممارسات والأعمال الإرهابية والحربية من سلب ونهب لأراضي الغير وتدنيس المقدسات الدينية ومحارمها واضطهاد البشر وتعذيبهم واستغلال الأسرى خاصة النساء والأطفال الأبرياء، كما نناشد من مسيحي الشرق الأوسط الصمود الثبات في أوطانهم وثرى أجدادهم. ونطلب من الله ونبتهل إليه من أجل رعايانا المسيحيين الأتقياء والذين يقطنون في الأردن المبارك العزيز ويتمتعون بالسلام والحرية الدينية ورغد العيش في ظل قيادة ملكنا المعظم عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، كما ندعو لجلالته دوام الصحة والعافية والسلام والثبات وطول العمر له ولشعبنا الأردني الهاشم العزيز، وكل بركة سماوية وقوة ونعمة وسلام لكم جميعا من طفل المغارة الإلهي المتجسد لأجلنا والمولودة من على عذراء مريم إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح في مدينة بيت لحم المقدسة عيد الميلاد المجيد 2016، الداعي لكم بحرارة الرب ثيوفلوس الثالث بطريرك أورشليم، وكل عام وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والعافية. كما ترأس القمص أنطونيو الصبحي راعي كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجيريس للأقباط الأرثوذكس القداس الإلهي بالعيد المجيد بمعاونة الأب ميخائيل ثابت وحضور السفير المصري لدى الأردن طارق عادل وعدد من مسؤولي السفارة وجموع أبناء الرعية. وترأس الأب إليكسيوس قاقيش راعي كنيسة القديسين قسطنطين وهيلاني للروم الأرثوذكس في مرج الحمام القداس الإلهي بعيد الميلاد المجيد بحضور أبناء الرعية. في هذا اليوم المبارك نطلب من المولود في مغارة بيت لحم أن يحل السلامة في جميع أرجاء المسكونة، لأنه هو رئيس السلام كما تنبأ عنه أشعياء النبي، وأن يهب السلام أيضاً إلى نفوسنا، وأن يمنحنا السلام الداخلي
لأنه هو إله السلام، كما نطلب من المولود في مغارة بيت لحم أن يحمي هذا البلد، بلدنا الأردن، مليكا وشعبا وحكومة، وأن يعم السلام في جميع أرجاء المسكونة. فنحن ككنيسة نصلي دائما من أجل السلام، من أجل المحبة، نرفع صلواتنا دائما من أجل أن يحل السلام في جميع أرجاء المسكونة. بهذه المناسبة نرفع صلواتنا وقلوبنا وعقولنا وأيدينا إلى الخالق أن يهبنا دائما العقل المنير، وأن يهدينا دائما إلى القرارات الصائبة في هذه الحياة الغامضة، لأننا كلنا ضيوف على هذه الأرض. فيا رب السلام، أعطنا السلام واهدنا السلام وامنح السلام بمولدك يا رئيس السلام. كل عام وانتم بخير. ويشار أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي يقام في السابع من شهر كانون الثاني من كل عام. أقامت مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم الصماق قداساً إلهياً عن راحة نفس مثلث الرحمات المطران إلاريون كابوتشي الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية في مطلع الشهر الجاري. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. أقيم في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في عمان قداس إلهي عن راحة نفس مثلث الرحمات المطران إلاريون كابوتشي النائب البطريرك السابق للروم الكاثوليك بالقدس، حيث ترأس القداس المطران ياسر العياش بحضور البطريرك فؤاد طوال ولفيف من الأباء الكهنة والشمامسة والراهبات وعدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة وشخصيات برلمانية ورسمية وعامة. إليك يا رب أصرخ، إلهي لا تتصامم عني. وأشاد الأب نبي الحداد مدير مركز التعايش الديني في كلمته التي ألقاها خلال القداس بالمواقف الوطنية للمطران الكابوتشي فقال: اليوم نتناول سيرتك كما لو أننا نرى فيها جزءاً من سيرتنا، بل جزءاً من سيرة وطن، بل من سيرة الأمة ومن سيرة الذود عن الحق. لقد كان حماسك أقوى من حماس الكثيرين، وتفوقت على ذاتك وأنت ترسم صورة النضال من أجل الحق والعدل. وبعد القداس أقيم في قاعة الكنيسة حفل تأبين عن راحة المطران إلاريون، حضره العديد من الشخصيات الرسمية والدينية والفعاليات الشعبية والحزبية وجموع المؤمنين، حيث أشاد الحضور بالدور الوطني البارز الذي اطلع به سيادة المطران الراحل في فترة عصيبة عصفت بالأمة العربية، وخاصة في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. من خلالكم لكل المشاهدين أن أتلو، لا أقول فقط الصلاة فقط، وإنما كلمات الحب والعشق بحق هذه القامة الكبيرة الذي نتشرف أننا في يوم صافحناه، المطران كابوتشي. والرسالة التي قدمها إلاريون كابوتشي هي رسالة ليس فقط للفلسطينيين وإنما للإنسانية جمعاء ولكل الشعوب الساعية إلى التحرر. هذا الرجل الحلبي العربي السوري، هذا الرجل الفلسطيني أينما ذهب كان دائما يعلن صوت الحق وقضى
نحبه الأخير وهو لا زال يحمل هم سوريا. نحن نترحم على المرحوم المطران كبوتشي وله سجل حافل في المواقف الوطنية والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية بموقف وطني مشرف. استطعنا حقيقة من خلال مواقفه أن نجسد الوحدة الوطنية وأن نقف مع حرية الشعوب. مطران كبوتشي رجل عظيم، كنا نعرفه قبل أن نلتقي به، وعندما كنا صغارا كان رمزا لنا في العمل الوطني، في النموذج الوطني، في النموذج الذي علمنا أنه لا دين لمن لا وطن له أو لمن لا وطنية له. ناضل نضالا عظيما وأرسى قواعد مهمة جدا لكل من يريد أن يستقيم وأن يكون مواطنا صالحا مدافعا عن وطنه غير بائع لا لدينه ولا لوطنه. مثل هذا الرجل لا نقبل به عزاء لأن ذكراه خالدة ودائمة. صحيح لقد غاب جسده عنا، لكن ذكراه ستبقى حية وسيبقى مدرسة ومعلما وأستاذا في تاريخ المقاومة الفلسطينية وأستاذا في تاريخ النضال العربي الطويل. ذكرنا المطران كبوشي بالسجل النضالي وفتح أعيننا ونحن شبابا يافعين في العمر، ذكرنا وأعلمنا درسا في النضال وكيف نكون عربا مسيحيين مناضلين نحب وطننا ونحب شعبنا. هو رمز للنضال الفلسطيني، رمز للنضال العروبي، هو يجسد روح التعايش العربي المسلم المسيحي. المطران كبوتشي لمن لا يعلم صدر بحقه قرار من سلطات الاحتلال بحبسه في عام 74. في عام 1978 أخلي سبيله بعد تدخل البابا في الفاتيكان ونفي إلى روما حيث توفي هناك. أولا كل عام وأنتم بخير، وثانيا يعني نعزي أنفسنا بالمرحوم المطران كبوتشي الذي يعني كان مثالا للمقاومة والجهاد، كان مثالا للصبر والصمود، وما صمود كثير من أهلنا إلا بصمود هؤلاء الآباء الذين يعني كانوا يحثونهم على هذا الصبر وعلى هذا الصمود. ولولا هؤلاء المربون والآباء والمشايخ والعلماء الذين صمدوا في القدس وفي بيت لحم وكل في كل فلسطين، لولا تربيتهم لهذا الجيل ما كان صمدوا هؤلاء. وختم النائب الأسقفي العام للروم الكاثوليك كلمات التأبين بالدعوة للمطالبة بتسمية شارع المطرانية في عمان باسم المطران الراحل وإصدار كتاب يؤرخ لتلك الحقبة الزمنية التي ناضل بها المطران إلاريون. أقيم في كنيسة السيدة العذراء للروم الكاثوليك في جبل عمان قداس إلهي بعيد الظهور الإلهي، ترأسه الأرشمندريت نادر صوق راعي الكنيسة بحضور أبناء الرعية. لقد رضيت من أجل خلاصنا أن تتجسد من وفي ختام القداس بارك الأرشمندريت صوق الماء ورش به جموع المؤمنين. أيها الملك المحب البشر، احضر الآن أيضا بحلول روح قدسك وقدس
هذا الماء. أيها الملك المحب البشر، احضر الآن أيضاً بحلول روح قدسك وقدس هذا الماء. تحتفل الكنائس الكاثوليكية بعيد الغطاس حسب التقويم الغربي، والذي يقام في ثاني جمعة من شهر كانون الثاني من كل عام. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. احتفلت الكنائس الكاثوليكية في الجمعة الثانية من الشهر الجاري بالحج المسيحي إلى موقع معمودية السيد المسيح المقطس، وذلك بقداس إلهي ترأسه المدبر الرسولي لبطريركية اللاتيني في القدس المطران بيير باتيستا بيتسبالا، بحضور عدد من الأساقفة ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وشخصيات رسمية وعامة وجموع المؤمنين من كافة أنحاء المملكة. المغطس، موقع معمودية السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان، يبعد عن العاصمة عمان حوالي 60 كيلومتراً، يحوي على العديد من الكنائس الرسولية التي شيدت على أرضه، تعاقب على زيارته منذ عام 1964 باباوات الفاتيكان، من قداسة البابا بولس السادس إلى زيارة قداسة البابا يوحنا بولس الثاني عام 2000، بعدها زيارة قداسة البابا بنديكتوس السادس عام 2009، ثم زيارة قداسة البابا فرانسيس عام 2014. يا من تعمدت في ماء الأردن، عمقنا بالروح القدس والنار. يزوره سنوياً الآلاف من الزوار من كافة أنحاء العالم ليتباركوا من مياهه المقدسة من خلال تجديد مواعيد المعمودية ومنح سر المعمودية لأطفالهم وتنمية الفكر الإيماني من خلال الرياضات الروحية. تعال إلي بعصف من الأناشيد. الأردن أولى اهتماماً خاصاً بموقع المغطس، وقام بتطويره سياحياً من خلال هيئة موقع المغطس والتي يترأسها سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك عبد الله الثاني للشؤون الدينية والثقافية. ولم يتوانى الأردن في منح جزء من أراضي المغطس للكنائس الرسولية لبناء كنيسة خاصة برعاياهم، كان آخرها منح 5 دنومات لأغراض التوسعة في الكنيسة القبطية في المغطس كمكرمة ملكية جاءت خلال الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى الأردن عام 2016. يا من تعمدت في ماء الأردن، عمقنا بالروح القدس والنار. في عام 2015 وافقت لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو على إدراج موقع المغطس على لائحة التراث العالمي كأحد أهم المواقع الدينية المقدسة في الأردن. تصلب قلبي تعال إلي
الأردن أرض المعمودية وبلد القداسة، من أرضه المباركة خرجت للعالم أجمع رسالة الخلاص، وسار على أرضه قديسون كثر، بين كهوفه اعتكف العديد من النساك والرهبان، من أقصى شماله إلى جنوبه يحوي كنائس تاريخية ومواقع أثرية، أعلن عن بعضها بالإضافة إلى المقدس كمواقع للحج المسيحي، وهي جبل مكاور وجبل نيبو في محافظة مادبة، ومزار سيدة الجبل ومزار النبي إيليا في محافظة عجلون. يا من تعمدت في ماء الأردن عمدنا بالروح القدس والنار. بوركت يا أردن أرض المعمودية والقداسة. أعلنت وزيرة السياحة والأثار لينا عناب عن إطلاق خطة سياحية من شأنها استقطاب أكبر عدد من السياح في العالم، وخاصة من جمهورية مصر العربية، لزيارة المواقع الدينية المسيحية في الأردن، وعلى رأسها موقع المغطس. المزيد في التقرير التالي. في لقاء جمع ممثلي المكاتب السياحية في المملكة وبحضور القمص أنطوني الصبحي راعي الكنيسة القبطية في الأردن، أعلنت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب عن وجود خطة شاملة لدى الوزارة لتشجيع السياحة إلى الأماكن الدينية المسيحية ومن بينها موقع المغطس. وبينت عناب أن الهدف من هذا اللقاء هو تشجيع السياحة البينية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، علاوة على تنظيم رحلات للحجاج القبطيين إلى مواقع الحج المسيحية المعتمدة في الأردن، خاصة إلى موقع معمودية السيد المسيح في المغطس الذي أصبح يستأثر اهتمام حجاج العالم، لافتة إلى أنه رغم الأوضاع الصعبة التي تشهدها المنطقة إلا أن نسبة أعداد السياح خلال العام الماضي إلى هذا الموقع زادت بواقع 23% عن عام 2015. اليوم بحثنا طرق كيف ممكن أنه نطلع ببرامج اللي تكون نستقطب فيها الحجاج القبطيين للأردن، وطبعاً يعني بحكم أهمية الأردن وبحكم وجود موقع المغطس اللي هو موقع انطلاق الديانة المسيحية اللي انطلقت منه الديانة المسيحية، فهذا الموقع جداً مهم كموقع للحج وكموقع أنه إحنا نروجه في الأردن أساس نستقطب فيه الحجاج القبطيين وغيرهم. بدوره قدم القمص أنطونيو الصبحي راعي الكنيسة القبطية في الأردن شكره لوزارة السياحة على اهتمامها بتشجيع السياحة الدينية بين مصر والأردن، معربا عن استعداد الكنيسة القبطية بدعم رحلات سياحية منتظمة لأقباط مصر إلى موقع المغطس وبقية الأماكن الدينية المسيحية في المملكة. وتم في هذا اللقاء التنسيق بين الجانبين، الجانب الأردني راح يسوق سياحيا للسياحة الأردنية إلى مصر في رحلة العائلة المقدسة، والجانب المصري هيسوق سياحيا السياحة المصرية إلى الأردن لزيارة المغطس مكان عماد السيد المسيح والأماكن المسيحية المذكورة في الكتاب المقدس الموجودة في الأردن. رئيس هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات أعلن خلال اللقاء الذي تخلله عرض فيلم أعدته قناة نور سات عن زيارة الوفد الأردني السياحي إلى جمهورية مصر العربية في شهر تشرين الثاني الماضي،
عن تشكيل الهيئة لوحدة متخصصة في السياحة الدينية، إضافة إلى إطلاقها لحملة إعلامية عالمية لتسويق وترويج المغطس. تم عقد اليوم لقاء متابعة لزيارة معالي وزيرة السياحة ووفد مرافق إلى جمهورية مصر العربية بتعلق في استقطاب السياحة القبطية للأردن، وتم اللقاء مع مكاتب السياحة والسفر مع رئيس الكنيسة القبطية في الأردن لغاية التأكيد على دعم هيئة تنشيط السياحة للبرامج التسويقية في السوق المصري وتحديدا السوق القبطي. الآن إن شاء الله اتفقنا على أن يكون في إطلاق حملة تسويقية وترويجية في التلفزيونات والقنوات الفضائية المتخصصة في السياحة المسيحية القبطية في مصر، بالإضافة إلى إطلاق فيلم ترويجي عن مواقع السياحية المسيحية في الأردن. بالإضافة إلى ذلك تم الاتفاق مع مكاتب السياحة إلى وضع برامج سياحية بأسعار منافسة في السوق المصري، وبالتالي استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح للمملكة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. إطلاق خطة سياحية لاستقطاب السياح للمواقع الأثرية في الأردن. بدء الحج المسيحي السنوي إلى المغطس. مطرانية الروم الكاثوليك في عمان تقيم قداساً عن راحة نفس المطران كابوتشي. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.